Hoş geldiniz Sayın Özdağ. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التركية والسورية بفيلم تركي قصير مليئا بالخطاب العنصري والمعلومات المضللة ليزيد الاحتقان ضد الوجود السوري في تركيا. استخدم مخرج الفيلم الذي نشر عبر قناة الصحفية التركية هاندا كاراغاسو في يوتيوب اسما وهميا فيما يبدو هربا من التبعات، وتناول الفيلم قصة عائلة تركية تعيش بسعادة قبل وصول السوريين إلى تركيا وتنتظر أن ينجح طفلها في تحقيق حلم دراسة الطب. وسرعان ما سابق الفيلم الزمن ليصل إلى العام 2043 ويظهر الدمار والكوارث التي حلت بتركيا بسبب السوريين الذين باتوا مسيطرين على البلاد بشكل كامل، لدرجة أن سورياً تمكن من الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية التركية. وأمعن الفيلم بالكذب والتضليل عبر إظهار السوريين على شكل عصابات ملأت الشوارع وعاثت فيها فساداً وعملت على ملاحقة الأتراك بهدف قتلهم، ويعاتب الشاب والدته وأبناء جيلها الذين سمحوا بأن تصل الأمور إلى ما هي عليه، مشيراً إلى أنه يتمنى لو أن الزمان يعود به ليقوم بما لم يقوم به، في إشارة إلى التخلص من السوريين. وبالعودة إلى قناة كاراغاسو منتجة الفيلم، نجد أن كل ما تبثه يقتصر على استهداف السوريين، فهم على حد زعمها غزاة غير متحضرين يهدفون إلى تغيير البنية السياسية والاجتماعية في تركيا وتحويلها من دولة علمانية لأخرى إسلامية. مع انتشار الفيلم حلت كلمة سوري ضمن أكثر التغريدات انتشاراً في تركيا، كما جرت العادة مع كل حدث يدغدغ المشاعر القومية أو الاقتصادية التي تلقي بلائمة التدهور على السوريين. واعترف السياسي الأكثر عنصرية ضد السوريين أوميت أوزداغ أنه هو من مول الفيلم وأنه أنتج بطلب منه شخصياً ليس الأول. لا يعد هذا الفيلم أول خطاب عنصري مضلل يستهدف السوريين في تركيا، بل سبقه العديد من الأخبار والادعاءات المشابهة وسط محاولة خجولة من مسؤولي حكومة العدالة والتنمية للوقوف في وجهها. Bugün insanlığın sesi olan, mazlumun sesi olan, vicdanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dan size selam getirdik. على رأس الادعاءات يأتي الزعم بأن الوجود السوري يشكل الهاجس الأكبر للمواطنين الأتراك، إلى أن استطلاعاً حديثاً للرأي أشار إلى أن الأتراك أجابوا عن سؤال حول المشكلة الأبرز في البلاد بالقول إنها الأزمة الاقتصادية بنسبة 66%، لافتين إلى أن سببها هو السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة. وبعد الأزمة الاقتصادية قال الأتراك إن ما يشغل بالهم هو التضخم والبطالة وفواتير الغاز والكهرباء ونظامات التعليم والصحة، ثم يأتي اللاجئون السوريون والأفغان في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الهواجس التركية بنسبة 2.2% فقط، ليظهر هذا الرقم حجم التضليل الذي يصدر السوريين على أنهم سبب كل المشكلات في تركيا السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. وعلى اعتبار أن السوريين أصبحوا ورقة سياسية تتجاذبها الحكومة والمعارضة، أشارت أرقام نشرها مركز متروبول التركي للأبحاث إلى أن الناخبين لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية إن أجريت الانتخابات غداً سوى بنسبة 25.2 فقط. وفي السياق ذاته كشف استطلاع آخر للرأي أن 33.3% سيصوتون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، في حين سيصوت 33.7% لأي مرشح سينافسه. تغيير ديموغرافي. معلومة أخرى مضللة باتت من بين الأكثر انتشاراً في الأوساط التركية، وهي الخوف من إحداث السوريين تغييراً ديموغرافياً في تركيا، وهي معلومات يمكن تعريتها بسهولة عبر عرض الأرقام التي لا تخرج عن النسب الطبيعية للسوريين في تركيا كالمتعلقة بنسبة الولادات أو ارتكاب الجرائم. وتشير الأرقام المستقاة من مصادر تركية رسمية إلى أن عدد السوريين في تركيا بلغ 3,755,000، وهو رقم بعيد كل البعد عن رقم أوميت أوزداغ المزعوم الذي وصل إلى 8 ملايين. وتبلغ نسبة السوريين من عدد سكان تركيا بالمجمل 4.2% من أصل 84 مليون و680 ألف شخص،
وهي نسبة لا يمكن لها أبداً أن تتسبب بأي تغيير ديموغرافي حالي أو مستقبلي. وبالنظر إلى جزئية أخرى تؤرق اليمين التركي المتطرف الذي يتحدث عن تغيير سياسي يسببه السوريون في تركيا، نجد أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الاستثنائية ويحق لهم الانتخاب لا يتجاوزون 114,000 فقط، وهو رقم لا يشكل فارقاً يذكر في مقاييس الانتخابات بدولة بحجم تركيا. تأثير سلبي على الاقتصاد وسوق العمل. بحث تركي تناول تأثير السوريين فيما يتعلق بمعدل البطالة في تركيا ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، استهدف كلاً من كيلس وهاتاي وأرتفين وأغدير، وهي التي تشهد الوجود الأكبر والأصغر للسوريين في تركيا. كشف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في البلاد كان متساوياً في تلك المناطق، كما أن معدل البطالة غير الزراعية في كل من غازي عنتاب وكيلس وأديمان التي تحتوي أعداداً كبيرة من السوريين كان متساوياً إلى حد ما مع بقية المناطق التركية، ما يدحض نظرية تأثير الأعداد الكبيرة للاجئين في منطقة ما على معدل البطالة. كما كشف التقرير أن هاتاي مثلاً التي تحوي عدداً كبيراً من السوريين تقدمت في سلم تصنيفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 7 مراكز من 46 إلى 39، ما يؤكد أن الوجود السوري لم يؤثر سلباً على مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما يشاع. المزاعم الأكثر انتشاراً. نشرت جمعية المساعدة والتضامن مع اللاجئين في تركيا تحليلاً فندت فيه 17 من المزاعم الأكثر انتشاراً بين الأتراك حول السوريين، منها أن السوريين يحصلون على رواتب من الدولة ولا يدفعون الضرائب، ولا ينتظرون في طوابير المستشفيات، ولا يدفعون الفواتير، ويحصلون على الجنسية وعلى منازل مجانية. وقدمت الجمعية المعلومات الصحيحة التي تدحض هذه الأكاذيب. قد تقلل هذه التوضيحات من الاحتقان في الشارع التركي إزاء السوريين الذين يعاملون وفق القانون التركي كضيوف لا كلاجئين، لكن انتشارها الواسع والجهود الخجولة في مواجهتها سيقلل من قيمتها ويجعلها غير قادرة على إنهاء المشكلة من جذورها، خصوصاً أن القرارات والتصريحات الحكومية التركية الأخيرة المتعلقة بالسوريين وإعادة أعداد كبيرة منهم إلى سوريا تظهرها بمظهر من رضخ للضغوط واستسلم أمام موجة التضليل الجارفة، الأمر الذي سيزيد من قلق الضيف السوري الذي بات يشعر يوماً بعد يوم أنه ليس إلا ورقة ضغط سياسية تتقاذفها الأيدي، وضيفاً لم يعد مرغوباً أو مرحباً به دون أن يكون له ذنب في ذلك.